السلام عليكم مرحبا بكم في النشره الجويه نقدمها لكم من قناه النهار اول قناه اخباريه في الجزائر على العموم شاء الله الحر راح يكون شباب بالولايات الشماليه حتى على الولايات الجنوبيه درجه الحراره القصوى يتعرف ارتفاع طفيف مقارنه باليامات اللي قبل ما نشوفوا التفاصيل البدايه بصوره القمر الاصطناعي توضح لنا سحب عابره على الولايات الشماليه صفاء واستقرار يميز معظم الولايات الجنوبيه الريح غدوه شاء الله على الولايات الغربيه والوسطى تلحق سرعتها الى حوالي 40 كيلومتر في الساعه على الولايات الشرقيه راح تلحق سرعة الرياح إلى حوالي 25 كيلومتر في الساعة، حتى على الولايات الجنوبية سرعة الرياح راح تلحق إلى 40 كيلومتر في الساعة تؤدي إلى زوابع رملية وتطاير للرمال، غدوة إن شاء الله مع الصباح ومع الفجر، على عموم الحال راح يكون شباب غدوة على الولايات الشمالية حتى على الولايات الجنوبية للوطن، كما نشوف في الصورة راح تكون كاينة زوابع رملية، هذا على شمال الصحراء منطقة الواحات وحتى بمرتفعات الأهجار والتصيلي، كما في الصورة غدوة إن شاء الله تكون كاينه هذا على معظم الولايات الجنوبيه للوطن حتى بالولايات الشماليه حتشكل فقط بعض السحب من النوع العالي اللي حتكون بلا فعاليه يعني ماش حتعطينا امطار. درجات الحراره الدنيا اللي حنسجلوها غدوه مع الصباح ومع الفجر راح تلحق الى حوالي 6 درجات على العاصمه تيبازا البليده بومرداس وتيزي وزو درجتين تحت الصفر هذا كادنى مقياس على باتنا لا درجتين على الغواط كذلك على البيض نعامه مشريه سطيف وقسنطينه اربع درجات على جيجة العنابة واسكيك دا حتى على قلمة 10 درجات على وهران ومستغانم بالجنوب نلتقي بحوالي 4 درجات بكل من إيريزي وجانت من درجات في 6 درجات على بشار 5 درجات على عين صالح وأدرار و12 درجة على أقصى الجنوب ببرج بجي مختار وعين قزام غدوة العشية إن شاء الله تاني الحال راح يكون شباب على الولايات الشمالية عليهم نفس الأجواء اللي حنسجلها غدوة صباح حنسجلها العشية إن شاء الله هذا على الولايات الشمالية حتى بالولايات الجنوبية كما نشوفوا في الصورة دائما زواج تبقى دائما تنشط على شمال الصحراء ومنطقه الواحات وكذلك على اقصى الجنوب بمرتفعات الاهجار والتاسيلي درجه الحراره القصوى لحسن جوا غدوه على ان الله ارتفاع طفيف مقارنه باليامات اللي فتحت الحق الى حوالي 21 درجه على العاصمه يعني الحر راح يكون دافي مقارنه باليامات اللي فتحت حوالي 20 درجه على منطقه جيجل العنابه واسكي ده حتى بيتيزي وزو 22 درجه على وهران ومستغانم حتى على تلمسان ومعسكر 14 درجة على البيض نعامة ومشرية نرتقي بحوالي 12 درجة على سطيف وقسنطينة 17 درجة بالغواط 24 درجة بكل من إليزي وجانت كذلك على منطقة تمنارس وأدرار 26 درجة على عين صالح 21 درجة بمنطقة بشار وكذلك 28 درجة حنسجلها بتيندوف وكذلك على أقصى الجنوب ببرج بجي مختار وعين قزام للصيادة والبحار نقول لكم البحر على السواحل الغربية والوسطى راح يكون شوية مضطرب ساعة على ساعة راح يولي مضطرب بين على السواحل الشرقية للوطن بحر إن شاء الله راح يكون شوية مضطرب الرياح على السواحل الغربية والشرقية راح تكون مختلفة الاتجاهات على السواحل الوسطى للوطن الرياح راح تكون من جنوبية إلى جنوبية الشرقية سرعة الرياح على السواحل الشرقية تلحق إلى 30 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى إن شاء الله راح تلحق إلى حوالي 50 كيلومتر في الساعة بينما على السواحل الغربية للوطن راح تلحق إلى حوالي 40 كيلومتر في الساعة نقول لكم فقط أن الرؤية على السواحل الغربية الوسطى وحتى الشرقية حتكون تكون حسنة علو الأمواج راح يلحق إلى حوالي مترين على السواحل الوسطى إلى حوالي متر واحد فقط على السواحل الشرقية وإلى متر ونصف على السواحل الغربية للوطن قبل ما نختموا شرطنا الجوية راح نشوفوا حالة الطقس بولاية برج بوعريريج غدوة إن شاء الله ونهار حد ونهار الاثنين على العموم نهار الحد إن شاء الله الحال راح يكون مغيم غدوة إن شاء الله الحال راح يكون شباب تكون كاينة شميسة ساعة على ساعة حتكون كاينة هذيك السحب من النوع العالي اللي حتكون بلا فعالية نهار إن شاء الله الله الحرارة يكون شباب درجة الحرارة الدنيا راح تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجة هذا مع الصباح ومع الفجر ومع العشية إن شاء الله راح تلحق إلى حوالي 16 درجة هذا نهار الاثنين غدوة إن شاء الله راح تلحق إلى حوالي 13 درجة ونهار الحد راح تلحق إلى حوالي 14 درجة نسبة الرطوبة فيها راح إلى حوالي 60% بالمئة. أما سرعة الرياح راح إلى حوالي 20 كيلومتر في الساعة نختم مشاهدينا كالعادة بورقة المعلومات الفلكية لتوضح لنا غروب وشروق الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن الشروق إن شاء الله غدوة بالجزائر العاصمة حيكون على 47 دقيقة أما الغروب حيكون على وعشرين دقيقة كانت هذه توقع الطقس نهار غدوة إن شاء الله العلم والمشيئة لله نشكركم على المتابعة طابت اوقاتكم إلى اللقاء